مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. لم يكن حال اليمنيين قبل الحرب في المستوى المطلوب للحياة الكريمة. لم تكن الدولة تضمن لأحد حقه في الصحة ولا السكن، وكانت حياة كثير من اليمنيين جحيما لا يطاق، لكنهم كانوا يصارعون بأدوات اعتادوا عليها. طيلة عقود مرت استمر النظام الحاكم في مصادرة حقوق المجتمع وتكريس واقع مر يرغم المجتمع على قبوله والتعايش معه تارة والتحايل عليه تارة أخرى. واقع مفروض على مجتمع يراد له أن يظل تحت خط الفقر وخارج أسوار المدارس. الفقراء والمعدمون الذين عمل النظام على تهميشهم اقتصاديا ومصادرة قرارهم السياسي وتزوير إرادتهم أيضا، ظلوا طوال هذه الفترة يصارعون متطلبات الحياة خارج هامشها الطبيعي، وتتسع باستمرار طبقتهم على حساب الطبقة المتوسطة. ومع مرور الوقت تزداد حساسية هذه الفئة لتكون هي الأكثر تضررا من تقلبات الأوضاع ومفاجآتها التي تأتي أقوى من قدراتهم الهشة على المقاومة والصمود في وجهها. فتحولوا كما نرى حاليا بسرعة إلى لاجئين ونازحين لا جدران تسترهم من العيون ولا أسقف تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء. عفاف واحدة من اليمنيين الذين أخرجتهم حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع من ديارهم في مدينة تعز واستقرت بهم الأوجاع في محافظة أبين. نتابع قصتها التي صورها الزميل لطفي إبراهيم وأعدها للعرض الزميل وديع عطا، ثم نعود. دفعت ظروف الانقلاب والحرب نحو 3 ملايين نسمة للنزوح عن ديارهم، أكثرهم تأثرا وضررا، أولئك الذين صارت مناطقهم مسرح حرب ومواجهات. وفقا لإعلان المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد النازحين داخليا بلغ حتى مارس 2016 أكثر من 2,400,000 نازح. استحوذت 5 محافظات هن تعز وحجة وصنعاء وعمران وصعدة على نسبة 68% من إجمالي ضحايا النزوح الداخلي، وتصدرت تعز لوحدها بأكثر من 500,000 نازح، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار جرائم الحرب. منطقة جبل حبشي الواقعة شمال مدينة تعز هي أيضا تعرضت لاجتياح مسلح من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع شمل كل أنحائها، واضطر عدد من مواطنيها للنزوح قسرا بحثا عن الأمان وطلبا للسلامة. نزحنا بسبب المشاكل هذه، وذا استحبنا من المشاكل، ما درينا في إنه في مشاكل نزحنا بعمرنا، شلنا العيال حقنا ومشينا، والآن إحنا وصلنا للمنطقة هذه والحمد لله. يعني الآن يعني نطلب الله يعني عافية وخير والسلامة. إحنا والله إحنا خرجنا إلا من التعب، الضرب كان فوقنا، طيران مهم أثري الناس مواطنين راحوا من عندنا، كنا شهو ولنا شهيد، تعبنا تهينا، والله المهم حالتنا كانت معذب. إلى هنا إلى أطراف زنجبار مركز محافظة أبين استقر المقام بالهاربين من جحيم الحرب في تعز، وللأسف وجدوا أنفسهم واقعين بين فكي الحرب والإهمال الرسمي والتجاهل لحقهم في الإغاثة الإنسانية. فهم هربوا من جراء الحرب، من جراء القصف، من جراء الموت، من جراء القتل، لا يجدون أي شيء في هذه المنطقة كما ترون وكما هو حاصل أمامكم، لا يجدون قوت يومهم. عشنا والله عشنا هذيك الأيام كقائلها، وبعد رجعنا خرجنا قلنا ما فيش عاد لا غازات لا ذا لا ذا، ما فيش لا أكل توفر لا شيء، خرجنا. ودحين مكان احنا حالتنا والله معذب، جينا مكان احنا حالتهم من الحرمان يعيشها هؤلاء النازحون على مرأى من الجهات المعنية في محافظة أبين.
مشاهد بؤس ومعاناة أشبه بتلك التي رأيناها في مخيمات النزوح في القرن الأفريقي، بينما منظمات الإغاثة توزع مساعداتها على بعد كيلومترات، وليس ثمة جديد في حياة هؤلاء البؤساء سوى أنهم من التعب وإلى التعب كما تقول عفاف. جي هناك تعب وهنا بتعب، هنا ما فيش أي شيء، أغاثة ما فيش، كل حاجة ما فيش، استي ضروري يدعمون حابة أغاثة هنا. هؤلاء النازحين نزحوا إلى محافظة أبين مديري الزنجبار، كما ترون هم يعيشون مأساة، بل المأساة تتفاقم يوما بعد يوم. كل هذه المآسي تحل على أبناء محافظة تعزل النازحين الذين نزحوا إلى محافظة أبين، وهم لا يجدون قوت يومهم، هم يباتون في هذه العشش، في هذه الصنادق المكونة من الكراتين ومن الأخشاب، يتعرضون يوميا للبرد وللحر، في الصباح الحر وفي المساء البرد. أكواخ بسيطة التكوين وعشش مهترئة بنوها بأنفسهم مما تيسر من أعواد الحطب وأوراق الموز وسعف النخيل. عفاف فتاة في مقتبل العمر، واحدة من ثمانية أشقاء، فجأة وجدت نفسها مسؤولة للبحث عما يمكن أن ينفع قوتا لأشقائها الصغار. احنا أسرتنا قها الأخواني كلهم صغار، صغار عايش معانا، أبوي قضى يعني عاقل، أمي كان عاقلة، وإخواني صغار. الأخت عفاف هي تعيل أحد الأسر، وهي فتاة في سن 18، فرت من القصف والضرب، فهي حالة من 100 حالة من الحالات الذين تعرضوا لهذه المأساة، فهي صورة لجميع الصور التي نزحت من محافظة تعز إلى محافظة أبين، ونرجو من الكل الوقوف لانتشال هذه الحالة. حرمتها الحرب من الاستقرار وحالت دون مواصلة تعليمها، أصفت بأحلامها الصغيرة واضطرتها لإعادة النظر في أحلامها، حتى أصبح حق العودة إلى مدينتها حلما بالنسبة لها. كانت تدرس مدرسة مذحين مع الحرب، هذا معك درت دراستي، أتمنى أن نرجع الدراسة حقا بس بنصلح أمنياتي، بس تدرس كمل دراستي واشترجع بلادي، أهم حاجة أرجع بلادي. قريبا من كوخ عفاف استقر جارهم النازح أيضا، أب لأربع طفلات وينتظر مولودا جديدا، انقضت أكثر من 7 أشهر منذ نزوحه إلى أبين، يكافح بعزة ليوفر الكفافة لصغاره، لكن المسؤولية أكبر من إمكاناته. نزحنا لي 6 شهور أو تقريبا 7 شهور. هذه الأسرة نزلنا خلال عمل كأخصائية، وجدت أن ظروفهم بصراحة لا توصف، ظروف يعني صعب أنك تشرحها أساسا، فنقول يمكن نلاقي خير من رجال الخير أو من يحب أن يقدم شيء لهم، فهو عند الله سبحانه وتعالى. بؤس وعوز وإهمال وتجاهل، طفولة في مهب النسيان، وأسر تطحنها الفاقة، حالات تستدعي التدخل الإنساني العاجل للتخفيف من وطأة الفقر والحرب. لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون من يعيلهم، فهم نزحوا إلى هذه المنطقة دون أي عوامل للحياة، فهم في هذا المكان لا يجدون أي منظمة تغيثهم أو تعولهم أو تعينهم، فالسلطة المحلية في المحافظة لم تقدم لهم أي شيء، وكذلك الحقوقيين والناشطين لم يقدموا أي شيء. هذه صورة تلخص الوضع الإنساني لنزلاء هذا المخيم الشعبي، معاناة دفعت عفاف لتتمنى انقشاع غمة الحرب لتعود إلى تعز، أملا في خروجها من دائرة التعب. إن شاء الله الحرب يتخلص، خلصوا حما ذكة، رجع بلادنا، لأنه احنا عايشين والله بعذاب تعب. فقر فحرب فنزوح ثم مراوحة في مربع الإهمال الرسمي وتجاهل المنظمات الإنسانية، وكأنه قد كتب على ضحايا الحرب من الكادحين أن يواجهوها وحدهم، حتى تحين التفاتة من السلطة الشرعية تنتشلهم من قاع الوجع وتضع حدا لمعاناتهم.
مرحبا بكم من جديد. للنازحين أحكام متفرقة في القانون الدولي، هي في مجملها حقوق الإنسان الأساسية، وتأكيد على أن وضعه كنازح لا يعني ولا يبرر بأي حال مصادرة حق من حقوقه، علاوة على ضمان حصوله على احتياجاته الأساسية من مسكن ومأوى وتعليم وغذاء ودواء. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي علي هزازي، كما سنعرض مختصرا للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 97 من القرن الماضي. لا تذهبوا بعيدا. مجددا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر سكايب المحامي والناشط الحقوقي علي هزازي. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم. أولا، من هم النازحون في نظر القانون؟ هل يعد المشردون داخليا ممن تركوا مساكنهم الأصلية وانتقلوا لمناطق أخرى كبيوت أقاربهم في الأرياف؟ هل يعد هؤلاء نازحون؟ وفق تعريف الأمم المتحدة، تعريف المجتمع الدولي، يعد هؤلاء النازحون، لأنه تعريف الأمم المتحدة يقول أنه من الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إلى الفرار أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة بسبب أو رغبة في تجنب آثار نزاع مسلح أو مواقف عنف عام أو انتهاكات حقوق إنسان، أو الذين وضع شرط الذين لم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها بين الدول. إذن هذا يدعونا للتساؤل عن الفرق بين النازح واللاجئ من حيث التوصيف القانوني ومن حيث الحقوق المكفولة أيضا. فعلا يترتب على التفريق بين النازح واللاجئ عدة معايير في القانون. أولها أن النازح هو لم يعبر حدود دولية، هو داخل حدود وطنه، يعني من مكان إلى مكان لكن في إطار الوطن، بينما اللاجئ هو الذي عبر حدود دولية من دولة إلى أخرى. أيضا فيما يخص مسألة اللجوء، يعني يكون سبب اللجوء هو سبب رئيسي لاتفاقية اللجوء في القانون الدولي، سبب اللجوء السياسي الحكم بسبب ممارسة ضغط سياسي أو المخالفة في الرأي أو استدار أحكام تعسفية ضد شخص معين. أيضا أسباب النزوح تكون دائماً إما العنف أو الحرب أو الكوارث أو انتهاكات حقوق الإنسان. المعيار المهم أو الضابط هو أن النازح يكون تحت حماية القوانين الوطنية أو الدولة الوطنية، بينما اللاجئ يكون تحت حماية القانون الدولي الإنساني تحت اتفاقيات الخاصة باللاجئين والبروتوكولات الملحقة بها. أيضا يقودنا هذا إلى التساؤل أنه مسألة النزوح يترتب إليها معاناة كبيرة جدا. أنه ينتقل من بيئة ألف السكن فيها والمعيشة فيها إلى بيئة غير صحية أو قد تكون أحيانا بيئة غير آمنة. أيضا يتعرض النظام الاجتماعي للانهيار دائما. ما نسمع أنه زواج الصغيرات ينتشر في كثير من الأمراض أو من الظواهر الاجتماعية السلبية، الأمراض والأوبئة، أيضا التوقف عن الدراسة، عدم تملك وثائق هوية، أحيانا الحرب أو الكوارث الغير طبيعية أو الكوارث الطبيعية تؤدي إلى مسألة فقدان الهوية وغيرها. ناهيك أننا كيمنيين أغلب المجتمع اليمني لا يحمل هذه الوثائق، لا يأبى كثيرا للأوراق القانونية وأوراق الثبوتية وما شابه. أستاذ، هذا يقودنا للتساؤل عن الحقوق الأساسية المكفولة للنازحين في مناطق نزوحهم المتفرقة داخل الجمهورية اليمنية. هذا يقودنا إلى تساؤل أعمق وأشمل، لأنه ممكن نذكر الحقوق الأساسية لكن ما هو البعد أو التأصيل الشرعي أو القانوني لهذه الحقوق. احنا قلنا أولا القانون الوطني هو المعني بصفة أساسية، لأنه هناك لا يوجد قانون دولي يحض على حماية النازحين بشكل صريح
هناك مبادئ توجيهية صدرت عن الأمم المتحدة، لكن لدينا القانون الوطني كما أسلفت، لدينا أيضا القانون الدولي الإنساني في عدد من مبادئه، في اتفاقية تسمى الاتفاقية الرابعة الخاصة بشأن حماية المدنيين، هذه فصلت حماية المدنيين واعتبار النازح مدني. يترتب أيضا هناك ضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم اعتراضها، هذه قاعدة من قواعد القانون الدولي. أيضا يعتبر اعتراض هذه جريمة من الجرائم التي يجب أن توثق وتصل إلى مكتب أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أي شخص يعترض الإغاثة أو يفرض التجويع على سكان مدنيين. أيضا لديك أيضا عدم العقاب الجماعي، هم يعتبروا النازحين محميين، فأي عقاب جماعي يشمل هؤلاء النازحين هذه جريمة القانون الدولي. لو إذن يبدو أن أستاذ علي، أستاذ علي لو سمحت، التفصيلات يبدو أنها كثيرة جدا، لكن على عاتق نركز على الحق في الصحة، تفضل، الحق في المأوى، الحق في التعليم، الحق في مكان آمن، أيضا الحق في لم شمل الأسرة، الحق في الغذاء، الحق في الماء، هذه من أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن توفر للنازح. على عاتق من يقع ضمان هذه الحقوق؟ طبعا المادة الثالثة من مبادئ التوجيهية في القانون الدولي تنص صراحة على أنه يقع على عاتق الدولة أو السلطة الوطنية. وفيما يخص المسألة اليمنية الآن تتحمل جماعة الانقلابية صالح وجماعة الحوثي يحملوا المسؤولية الأكبر في حماية النازحين وتوفير الخدمات، بما أنهم على الأرض ويقومون بأعمالهم التعسفية فهم مسؤولين مسؤولية مباشرة أن توفر هذه الحماية للاجئين، بينما المسألة القانونية تقول على أنه يقع على عاتق السلطة الوطنية، أي سلطة وطنية هي المعنية بحماية نازحيها دائما في كل مكان في المقام الأول ثم تأتي. وإذا عجزت هذه السلطة، في حال عجز هذه السلطة لسبب أو لآخر عن تقديم هذه الخدمات، إلى من ينتقل هذا الواجب أو على من يصبح واجبا؟ هل يمكن أن يبقى ملايين الناس هكذا بدون جهة تضمن حصولهم على الحقوق الأساسية واحتياجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، هكذا يظلوا دون غريم كما يقال؟ لا، ليس على إطلاق هذا الأمر، إنما هناك جهات دولية معنية، منها المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هي تقوم بخدمات في هذا المجال، ليست في اليمن وحدها ولكن في كثير من دول العالم تقع المسؤولية أيضا تضامنية فيما بين الدول في مسألة التعاون الإنساني وتوفير الاحتياجات الإنسانية وفق القانون الدولي للتنمية. هنا تأتي مسؤولية المجتمع الدولي كمسؤولية إنسانية تضامنية إغاثية تنظمها عبر إما الجهات الإغاثية في الأمم المتحدة وأيضا المفوضية اللاجئين، هذه الجهتين يقع عليها عاتق أو عبء. من واقع إطلاعكم كيف تقيمون العمل الإغاثي المقدم للنازحين الآن؟ والله هناك جهود لا يمكن إنكار أنه تقام على أرض الواقع بعض الجهود، لكنها لا تصل إلى المستوى المطلوب الذي ننشده. نحن نرى أن معاناة اللاجئين معاناة كبيرة وخاصة في المجتمع اليمني، لعلكم ذكرتم بعض الإحصائيات، أيضا اليمن بلد حاضنة كانت أيضا للجوء من القرن الأفريقي، معاناة اليمنيين من 2011 إلى اللحظة، أيضا هناك لاجئين قبل الأحداث الأخيرة الناتجة عن الحروب الستة وما تركته من آثار، وهذه أيضا الحروب في أبيان في شبوة مع القاعدة، هذه كلها تركت لاجئين كثير، وبالتالي المستوى دون المطلوب. الجهات المحلية لا تقوم بواجبها، تعتمد بشكل رئيسي على جهاز على أجهزة الأمم المتحدة أو البرنامج الطارئ للأمم المتحدة CHR، لكن ما يقدم هو دون المستوى المطلوب، وهناك إشكاليات كبيرة. من وجهة نظركم ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحسن من هذه الجهود القائمة حاليا في مستوى عمليات الإغاثة؟ أولا تنسيق الجهود بين الجهات العاملة في الميدان، هناك إشكالية كبيرة في المجتمع المدني أنه كل جهة
يمكن أن تشتغل بمعزل عن الجهات الأخرى، وهذه إشكالية كبيرة تجعل الخدمات الأساسية أو الحد الأدنى من الخدمات مشتت. لا يصل إلى كل بشكل تام أو بشكل مرضي عن لدى كل النازحين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أيضا السلطات دائما لا تقوم بواجبها المعني في إيصال هذه الخدمات إلى الناس، كأنها لا تحس بمسؤوليتها أمام هؤلاء الأشخاص، ومن هنا يترتب عليها مسؤولية كبيرة. دائما كما قلت وأكرر على أي السلطة هي المعني الأول قبل أي جهة أخرى. أيضا هناك مسائل تعتمد على تقليل الفساد داخل الأجهزة التي تقدم الإغاثة، وخاصة أجهزة الأمم المتحدة في اليمن التي يسيطر عليها الآن الحوثي بشكل أو بآخر، كونها تخضع في نطاقه في صنعاء في في في, في نطاق اختصاصه أو في نطاق السلطة الإنقلابية. المحامي والناشط الحقوقي علي هزازي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن لمشاهدة هذه المادة التي تلخص المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. مرحبا بكم من جديد. 30 مبدأ لا تخرج في مجملها عن ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لفئات من الناس في حال ضعفها. في صفحتنا على الفيسبوك سنضع رابطا للنص الكامل لهذه المبادئ لمن أراد الاطلاع عليها. قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عفاف علي سيف، تم الرصد، بأمان الله.